الاهلي يتفوق بثلاثيه نظيفه على اتحاد سكندري في شوط اول من جانب واحد، سيطر عليه النادي الاهلي تماما وتفوق فيه على النادي الاتحاد لاعبا ونتيجه. الاهداف كانت لوسام ابو علي من ركله جزاء، رضا سليم، وصاروخ موجه لعمر كمال عبد الواحد كابتن ماهر. تقدم منطقي وشوط من جانب واحد. يعني احنا لو سمينا الشوط ده هنقول شوط التصويبات. ثلاث اهداف فعلا متنوعين فيهم مهاره بشكل كبير جدا، مهاره التصويب اللي احنا اتكلمنا عليها من مباراه الجونه. واضح النهارده لعيبه النادي الاهلي عندها يعني ثقه كبيره جدا من بدايه المباراه، ويمكن الضغط اللي اتعمل على نادي الاتحاد من بدايه المباراه اثمر على ثلاث اهداف. انا شايف ان الثلاث اهداف اجمل من بعض، وكمان يا ايمن الاهداف جت نتيجه المهاره اللي موجود عليها حسين الشحات وامام عاشور بصراحه يعني، وتحركاتهم في العمق وعلى الاطراف عملت خلل بشكل كبير جدا لدفاعات الاتحاد اللي احنا اتفاجئنا النهارده بالمستوى اللي موجود عليه نادي الاتحاد. النهارده نادي الاتحاد تقدر تقول بلغه الكوره ما جاش في الشوط الاولاني، ما شفناش نادي الاتحاد باي شكل وباي اداء مؤثر على دفاعات النادي الاهلي او حراسه المرمى مصطفى شوبير. واضح ان في عشوائيه بشكل كبير جدا لنادي الاتحاد من خلال خطوطه اذا كان في الدفاع او في الهجوم، ما يعني مستوى متواضع جدا، وده اللي خلى النادي الاهلي النهارده كمان بيفرض اسلوبه من بدايه الشوط الاول. انا ماليش دعوه بالخصم اللي قدامي اداؤه ايه او مستواه ايه، المهم ان انا العب وادي، وده كان واضح من تحركات النادي الاهلي جميع اللاعبين في الشوط الاولاني. صحيح. كابتن شريف، تقدم وتفوق للنادي الاهلي في الشوط الاول وتفوق في كل اجزاء الملعب في شوط ما حسيناش بيه بنادي الاتحاد تمام. اتفقنا احنا كلنا مع بعض قبل المباراه ان اي فرقه بتلعب قدامك بهذا الشكل 4-1 4-1 او بيلعبوا 6-7 بيلعبوا تحت اللعيبه كلها وبيحاولوا يبنوا اي شكل ليهم على طريق الميز باس بتاعك انت، او يبنوا اي حاجه بالكور الطويله لللاين فيرود بتاعهم، طول ما انت اللي بتلعب الكره بتجري والتحكم والارتكاز والكره الثانيه بتبقى ملكك، اذا انت المتحكم في زمام الامور كلها. فنادي الاتحاد النهارده ليس له وجود بجودتك انت، بشكلك انت، بتركيزك انت، بمهاراتك الفرديه اللي اتكلمنا عنهم، احدى المهارات دي التصويبات، بالفكر بتاعك انت. النهارده اتفرجت على الجون الثاني بتاع رضا رضا سليم، بيبرز عن كفاءه لاعب ومهارات عاليه جدا وتفكير زي ده ما شفناهوش قبل كده بهذا الشكل الا من زمان قوي، او في حته تانية مش موجوده في مصر او او او. فده غير عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال عمر كمال احد واثبات وجود اللي احنا قلنا استحاله هيبقى له هذا الشكل في المكان ده. انما سرعاته وبنيانه الاساسي بتاعه البدني بتاعه العالي بيسمح له ان هو عايز يلعب وعايز ينطلق وعايز يثبت وجوده في المكان ده. انا قلت لك قبل كده يلعب في اي حته، وخاصه ده ممكن يروح مطلع اكرم وموديه هو دلوقتي ومنزل اي حد في الناحيه الثانيه، او يلعب 3-4-3. اداله ايه بقى؟ ادى الجهاز الفني حريه التشكيل والتدوير زي ما انت عايز. فان كان زي ما الكباتن قالوا امام عاشور وحسين الشحات في ايديهم زمام الامور والتحكم وبناء الهجمات وزعزعه اي لاين فيرود الاين قدامهم من الدفاعات، في كمان واحد اسمه مروان عطيه طول ما هو بيتمركز صح في مكانه وبيحفظ للنادي الاهلي الرده بتاعت الكره الثانيه، انت ما فيش خوف عليك ان شاء الله، عندك حريه دلوقتي تقدر تنزل قفشه بقى، تنزل كهرباء، عايز تنادي الكريم ندفيت، عايز تعمل اللي انت عايزه، عايز تجرب اللي انت عايزه، الملعب مفتوح ولكن بالحفاظ على النتيجه، وما تعملش مساحات كتيره لان المنافس دلوقتي ما عندوش حاجه يبكي عليها، فهيبتدي يفكر زي ما انت قلت يغير ويطلع لقدام زي ما احنا قلنا، ويلا علق الكره لقدام، انما مش هيبقى الكلام ده ليه اي شكل الا بالثبات بتاعك انت اللي بتمتص كل ده.
كابتن أسامة، شوط جيد للنادي الأهلي وأداء سيء لنادي الاتحاد ونتيجة تقيلة جدا على نادي الاتحاد الشوط الأول. انت فسرت الشوط كده خلاص، هو والله انت فسرت الشوط. تلات اهداف حلوه جدا، ماتش 45 دقيقه من جانب واحد. الاتحاد السكندري ليس له وجود لا دفاعي ولا في نص الملعب ولا في الامام، يعني هم عدد بس واقف ورا، عدد وكأنك بتلعب على، مع احترامي ليهم يعني، انا طبعا اتحاد فرقه كبيره وبنعشق شعب اسكندريه والنادي الاتحاد، لكن انا بتكلم عن النهارده اكنك بتلعب على اقماع واقفه مترصصه بتتمرن عليها. ده واقع. النهارده الاتحاد قليل قوي، لكن مش مشكله في كده، مشكله ان النادي الاهلي بيأدي اداء جيد. الجانب الشمال بالذات تحركات واعية جدا من حسين الشحات، من إمام عاشور، من عمر كمال، عاملين جبهة قوية، بيتبادلوا المراكز في المكان ده، بيخترقوا كتير. ضربة الجزاء جت من ناحية دي، تسديدة عمر كمال، يعني التحركات هايلة في الجانب الشمال تحديدا. الجانب اليمين بيحاولوا رضا سليم وهاني واكرم، ولكن مش بنفس الكفاءه اللي النادي الناحيه الشمال شغاله بيها. احنا طبعا زي ما قلنا بنحترم كل الاحترام نادي الاتحاد السكندري، ولكن هم النهارده يعني بعيد انا خارج الخدمه. اذا كنت شبهت بكده لا اقصد طبعا، لكن اللي انا اقصده ان هم النهارده يعني بيلعبوا بالثبات، يعني بالثبات ومستسلمين. صحيح. حتى تقريبا ما شفناش مصطفى شوبير طوال ال 45 دقيقه، يعني كوره كده اي لقطه. فان شاء الله النادي الاهلي عنده مساحه انه يعمل اي حاجه الشوط الثاني، وان شاء الله نزود الاهداف باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، نتيجه منطقيه طبقا لاحداث الشوط الاول، لكن ما شفناش نادي الاتحاد ولا شفنا تغيير في فكر واسلوب الكابتن طارق العشري الا بعد الجون الثالث، وبكور عشوائيه يعني ما هددتش مرمى مصطفى شوبير. الشوط الثاني مستر كولر هيتعامل ازاي مع المباراه بعد الثلاثيه الشوط الاول والمباراه لم تنتهي بعد، وكابتن طارق العشري هيتعامل ازاي؟ لا، اكلينيكيا المباراه انتهت من وجهه نظري يعني، تمام. الاهلي الحقيقه ابداع في الشوط الاول، ابداع وامتاع كمان. هو حول ال 45 دقيقه من شوط لتقسيم بأدائك انت اللي حولت الكلام ده. سيطره على الكره، هيمنه، بتهاجم وانت ما انت عايز، دافع كويس، بتضغط، بتنتشر، بتنقل، فرض اسلوبك، يعني عملت كل حاجه في كره القدم النهارده، وكانك بتلعب تقسيمه، كان الاهلي النهارده بيلعب تقسيمه، تمام. عمل كل حاجه في كره القدم، كل ما هو في كره القدم اتلعب. حتى النهارده اللعيبه تحسها بتلعب بمزاج، فاهم، بيباص ال1 2 والثرو باس واللعب والكرات الطوليه الحلوه وخد وبترقص وبتشوط وتحس ان اللعيبه النهارده الشوط الاول نفسها مفتوح على 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 المباراه. شوط حلو قوي يا كابتن ايمن، وانا بقترح على كاس الرابطه يعملوا جايزه كده، جايزه صالح سليم، جايزه الخطيب، جايزه حسن شحاته الافضل هدف في الموسم، سموها كده الحقيقه. تمام، لان الهدف بتاع رضا سليم الحقيقه يعني قلما لما تشوفه في الـ في الـ في الـ في الماتشات، قلما لما تشوف جول بالشياكه دي، جول شيك حلو، وتسديده عمر كمال تسديده اوروبيه، شوطه حلوه اوروبيه، لكن انا بكلمك التكنيك بتاع الشوطه، الزاويه بتاعتها، الكوره، الفكره. خد بالك من وجهه نظري هو هدف الموسم، هدف رائع جدا 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 جدا، في ذكاء شديد جدا جدا من رضا سليم. الشوط الثاني اعتقد هيبقى في اريحيه بقى لمستر كولر يغير ويبدل ويلعب، يعني في اريحيه كبيره جدا جدا جدا. وطالع عشري على الجانب الاخر، لا ما اعتقدش في ايده حاجه، خلاص الامور انتهى. اعتقد الامور هربت من ايد كابتن طارق العشري. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتعزيز الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.